السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذنا الأعزاء، تلاميذة السنة الأولى بكالوريا مسلك الآداب والعلوم الإنسانية، معكم الأستاذ يوسف بولجيلي في تقديم لدرس نهاية الدالة. أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. يعني كما ترون معي، عنوان الدرس هو نهاية دالة عددية. العنوان يتكون من قسمين، نهاية ثم دالة عددية. رأينا في الحصص السابقة بأن دالة عددية إما تكون دالة حدودية، وقلنا بأن الدوال الحدودية هي عبارة عن دوال تكتب على الشكل التالي، قد تكون من الدرجة الأولى مثل f دو x، أو من الدرجة الثانية كالدالة g دو x، أو قد تكون من الدرجة الثالثة كالدالة h دو x. أما بالنسبة للدوال الأخرى رأيناها فيما سبق، وهي الدوال الجذرية، والدوال الجذرية تكتب على شكل دالة حدودية على دالة حدودية كالمثال الآتي، أو المثال جي دو إكس. كما ترون لدينا حدودية في البسط من الدرجة الأولى، ثم حدودية في المقام من الدرجة الثانية. أما فيما يخص مفهوم النهاية فهو رمز جديد سوف ترونه معي إن شاء الله، يكتب على الشكل التالي. وعندما نقول نهاية فإننا نكتب ليميت دو إكس يؤول إلى، وعندما نقول دالة نهاية دالة عددية فإن الكتابة تكون كالتالي: فيما يخص إكس يؤول إلى، فإنه قد يؤول إما إلى عدد، وهنا نقول بأن نهاية الدالة F في العدد A، والأعداد قد تكون إما واحد أو سالبة مثل ناقص ثلاثة، أو أعداد كسرية مثل واحد على اثنان. أو يمكن أن نحسب النهاية عندما يؤول X إلى زائد ما لا نهاية، أو يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. لذلك ففي درسنا هذا سوف نرى نهاية الدوال الحدودية ثم نهاية الدوال الجذرية، وسوف نراها في عدد عندما يؤول x إلى عدد، أو عندما يؤول إلى ما لا نهاية. أولا كبيرة نهاية الدالة الحدودية، أولا صغيرة نهاية الدالة الحدودية في نقطة. نقول إن L هي نهاية F في النقطة A. إذا كانت F تؤول إلى L عندما يؤول x إلى A، ونكتب limit دو f دو x x يؤول إلى A يساوي L، أو الكتابة التالية. سوف نرى الأمثلة التالية. مثال رقم واحد، سوف نقوم بحساب limit الدالة f عندما يؤول x إلى واحد تساوي، نكتب الليميت مرة أخرى، ثم نأخذ الدالة في هذا المثال على الشكل التالي: 2x + 2 زائد x ناقص 3. يعني النهاية هنا هي كالتعويض، كأننا نريد حساب صورة عدد، يعني كما ترون معي تساوي، ثم نقوم بتعويض x بالعدد 1، فيصبح لدينا 2 في 1 + 2 زائد 1 ناقص 3. لدينا 1 + 2 تساوي 1، أي 2 مضروبة في 1، ثم زائد 1 ناقص 3. يعني الضرب أولا، 2 في 1 2 زائد 1 ناقص 3. عندما نقوم بالحساب سوف نجد بأن النتيجة تساوي 0، فبالتالي نقول limit f دو x عندما يؤول x إلى 1 هو 0. مثال ثاني، سوف ندرس نهاية الدالة f عندما يؤول x إلى ناقص 2. سوف نأخذ الدالة التالية: x + 2 ناقص x زائد 1 تساوي، يعني كما ترون نقوم بالتعويض المباشر، مكان x نضع ناقص 2. كما ترون ناقص 2 + 2 هي 4، ناقص ناقص يعني يصبح لدينا زائد 2 زائد 1. نقوم بالمجموع فنحصل على limit f دو x عندما يؤول x إلى ناقص 2 هي 7. في المثال التالي سوف نقوم بحساب نهاية الدالة f
عندما يول اكس الى صفر كما ترون معي هي دالة من الرتبة الثالثة، دالة حدودية. اكس يؤول الى صفر سوف نقوم بتعويض صفر مكان اكس. كما تعلمون صفر اس 3 هي صفر، ناقص جذر 2 في صفر اس 2 عفوا زائد 1 على 3 في صفر ناقص 2، نحصل على صفر ناقص صفر زائد صفر ناقص 2، والنتيجة هي ليميت اف دو اكس عندما يؤول اكس الى صفر هي ناقص 2. الآن سوف نرى نهاية الدالة الحدودية في زائد ما لا نهاية أو في ناقص ما لا نهاية. بالنسبة للدوال الحدودية سوف نستعين بالخاصية التالية، وهي خاصية أساسية، خاصية رقم 1، والتي تقول إن نهاية الدالة الحدودية بجوار ما لا نهاية هي نهاية حدها الأعلى درجة. بمعنى عندما تكون لدينا دالة f دو x ونعلم بأن الدالة هي حدودية، فإنها تساوي ليميت x يؤول إلى زائد ما لا نهاية a x أس n، كذلك بالنسبة لناقص ما لا نهاية. لكن ما هي a x أس n؟ يعني a x أس n لدينا هي الحد الأكبر درجة، الحد الأكبر درجة، بمعنى أكبر درجة يعني الأس الأكبر، بحيث n هو الدرجة، نقول بأن n هو الدرجة، فبالتالي نأخذ الحد الأعلى درجة. سوف نرى أمثلة لكي نوضح أكثر الخاصية. رقم 1، في المثال الأول لدينا الليميت دو f دو x تؤول إلى زائد ما لا نهاية، x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، ولدينا الدالة f هي حدودية 2x أس 2 زائد x ناقص 3. يعني سوف نقوم بتطبيق الخاصية رقم 1، يعني كما تلاحظون معي 2x أس 2 هي الحد الأكبر درجة، فبالتالي ليميت دو f دو x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي نهاية 2x أس 2 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. لن نقوم بحسابها لأنه يلزمنا خاصية من أجل حساب هذه النتيجة، وسوف نراها في الفقرة الموالية. لكن هنا طبقنا الخاصية رقم 1، يعني أي نهاية لدالة حدودية نقوم بحساب نهاية حدها الأعلى درجة. في المثال الثاني لدينا الدالة الحدودية هي x أس 2 ناقص x زائد 1، يعني بجوار ناقص ما لا نهاية. كذلك سوف نأخذ الحد الأعلى درجة، وهو في هذه الحالة هو x أس 2، لن نقوم بحسابها كذلك، سوف نحسبها بعد استعمال الخاصية الثانية التي سوف نراها في الفقرة الثانية. في المثال الأخير لدينا الليميت كذلك x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية لهذه الدالة، كما تلاحظون معي يعني أكبر درجة ليس x أس 2 جذر 2 x أس 2، وإنما أكبر درجة هو x أس 3. فبالتالي تطبيقا للقاعدة نجد بأن ليميت f دو x عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تساوي نهاية x أس 3 عندما يؤول x إلى ناقص 3. سوف نقوم بحسابها بعد أن نرى الخاصيات في الفقرة الموالية. سوف نبدأ بخاصية وهي كالتالي، يعني مهما يكون n ينتمي إلى n وهو الأس في هذه الحالة، يعني الليميت دو x يؤول إلى زائد ما لا نهاية x أس n، يعني x أس n كيفما كان n، لا يهم إذا كان زوجي أو فرضي، المهم كيفما كان العدد فإن الليميت لx يعني يؤول إلى زائد ما لا نهاية لx أس n هي زائد ما لا نهاية. ونأخذ هذه الخاصية لأننا سوف نستعملها إن شاء الله. يعني في هذا المثال مثلا ليميت بليس لانفيني ديال x سوف تساوي زائد ما لا نهاية، لنستعمل الخاصية مباشرة. ثم نهاية x أس 2 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية
هي زائد ما لا نهاية، وكذلك بالنسبة لليميت x اس 3 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تكون النهاية هي زائد ما لا نهاية. سوف نقوم بالنتيجة التالية، سوف نقوم بحساب نهاية x عندما يؤول زائد ما لا نهاية. لماذا؟ لأ x x اس n، يعني في المثال في الخاصية ماذا لدينا؟ لدينا x اس n، لكن يعني في هذه النتيجة سوف نرى نهاية AX اس n. من أجل أن نقوم بحساب هذه النهاية يعني من الضروري يعني أن نعرف إشارة A، بحيث إذا كانت إشارة A إشارة موجبة فإن النهاية لا تتغير، ونقول بأن نهاية AX اس n عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، وإذا كان A سالب فإن النهاية هنا تتغير وتصبح ناقص ما لا نهاية. يعني سوف نرى مثال أول كما ترون معي، يعني هذه النهاية لم نقم بحسابها في المثال السابق، سوف نقوم بإتمام حسابها. ليميت f دو x، يعني كما قلنا هو ليميت ديال 2x اس 2 زائد x ناقص 3 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. نقوم بتطبيق الخاصية رقم 1، فنجد بأن هي نهاية الحد الأعلى درجة اللي هو 2x أس 2. سوف نقوم بتطبيق الخاصية النتيجة التي أمامنا. ماذا لدينا؟ لدينا A موجب، يعني في هذه الحالة هو 2، 2 عدد موجب، بالإضافة إلى أن الليميت ديال x أس 2 هي زائد ما لا نهاية، إذن فإن النهاية هي زائد ما لا نهاية. سوف نرى مثال ثاني، يعني ليميت هذه الدالة الحدودية سوف نقوم بتطبيق الخاصية الأولى أعلى درجة، الحد الأعلى درجة، فنجد بأنه هو ناقص 4x أس 3. يعني من أجل حساب هذه سوف نرى يعني إشارة A، يعني بما أن إشارة A في هذه الحالة هو ناقص 4، ناقص 4 أصغر من الصفر، ليميت ديال x أس 3 راهي زائد ما لا نهاية، فبالتالي هنا السالب في الموجب يعطيني سالب، فبالتالي نقول بأن النهاية ناقص 4x أس 3 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية. يعني قمنا بتطبيق النتيجة مباشرة. إذن نهاية f دو x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية. يعني في الخاصية الثالثة سوف نناقش نهاية x اس n عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية. هنا الأس ضروري، بحيث أن النتيجة سوف تتغير بتغير الأس. الأس هنا قد يكون إما عدد زوجي، وإذا كان عدد زوجي نعلم بأن العدد الزوجي يقوم بإزالة إشارة ناقص، فبالتالي تكون نهاية x اس n عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. أما إذا كان n عدد فرضي فإن نهاية x اس n عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية تكون ناقص ما لا نهاية، لأن العدد الفرضي لا يتخلص من إشارة ناقص. هذا فيما يخص الخاصية. سوف نقوم بتطبيق مباشر لهذه الخاصية، وسوف نقوم بتطبيقها على الدالة التالية، وهي دالة حدودية x اس 2 ناقص x زائد 1 عندما يؤول بطبيعة الحال x إلى ناقص ما لا نهاية. سوف نقوم بتطبيق الخاصية رقم 1، وهي خاصية الأعلى درجة، الحد الأعلى درجة، وهو x اس 2، وكما ترون هنا الأس الزوجي، فبالتالي النهاية سوف تكون زائد ما لا نهاية. الآن سوف نقوم باستعمال نتيجة 1 ونتيجة 2، لأننا سوف نناقش النهاية التالية، وهي نهاية AX أس N عندما يؤول X إلى ناقص ما لا نهاية. في النتيجة رقم 1 سوف نناقش عندما يكون N زوجي، يعني عندما يكون N زوجي كما ترون معي من الخاصية، أن النهاية تكون دائما زائد ما لا نهاية. الآن سوف نناقش ماذا؟ نناقش إشارة A. إذا كانت إشارة A موجبة فإن النهاية لن تتغير، وتكون نهاية AX اس n عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية هو زائد ما لا نهاية، لكن إذا كان A سالب فهذا يعني بأن الإشارة سوف تتغير وتصبح النتيجة ناقص ما لا نهاية. في
في النتيجة الثانية سوف نناقش الحالة الثانية، ألا وهي إذا كان N فردي. في هذه الحالة يعني N فردي، يعني كما ترون معي أن النهاية إذا كان N فردي من الخاصية رقم 3 هي ناقص ما لا نهاية. إذا كان A موجب فإن لدينا إشارتين مختلفتين، فبالتالي تصبح النتيجة هي ناقص ما لا نهاية. لكن إذا كان A سالب يكون لدينا هنا إشارتين يعني من نفس النوع، أي ناقص ما لا نهاية ثم A سالب، فبالتالي تكون النتيجة هي زائد ما لا نهاية. سوف نقوم بتطبيق مباشر لهذه النتائج في المثال التالي. نهاية f دو x عندما يول x ناقص ما لا نهاية، ثم نأخذ المثال السابق ناقص 4x أس 3 ناقص جذر x أس 2 زائد 1 على x 1 على 3 x ناقص 2. بطبيعة الحال يعني نقوم بتطبيق الخاصية رقم 1 ثم نأخذ نهاية الحد الأعلى درجة والذي هو ناقص 4x أس 3. يعني هنا لدينا ناقص 4 عدد سالب، بالإضافة أن الأس هنا يعني فردي، أي أن النهاية سوف تكون هي ناقص ما لا نهاية. يعني كما ترون معي لدينا إشارتين متشابهتين، فبالتالي النهاية سوف تكون لناقص 4x أس 3 هي زائد ما لا نهاية. نقول إذن أن نهاية f دو x عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية ل f دو x هي زائد ما لا نهاية. الآن سوف نرى تمارين، وهذه التمارين يعني قمت بأخذها من امتحانات جهوية. التمرين الأول هو امتحان جهوي دورة يونيو 2010 جهة الدار البيضاء الكبرى. بالنسبة للدالة التي ترونها أمامكم قمنا بدراستها في الأمثلة السابقة، يعني قمنا بحساب، يعني كما ترون السؤال الأول هو احسب يعني f ديال ناقص 1، ونحن قمنا بحساب النهاية. يعني بقي لنا الآن يعني صورة 3 على 2. أما فيما يخص السؤال الثاني فقد قمنا بحساب ليميت يعني الدالة f عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. الآن سوف نقوم بحساب نهاية الدالة عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية. ثم هناك تمرين يعني ثاني سوف تقومون بإعداده يعني في المنزل إن شاء الله، وهو امتحان جهوي دورة يونيو 2012 جهة طنجة تطوان. يعني سوف نبدأ على بركة الله. يعني بالنسبة للتمرين الأول يعني كما تلاحظون هو تطبيق مباشر لما ورد سابقا في الأمثلة السابقة. يعني عندما قمنا يعني نأخذ f دو x كما ترون معي، هذه f دو x، قمنا بالتعويض المباشر ل x ب 3 على 2، فقمنا بالتعويض المباشر كذلك هنا، فأصبحت 3 على 2 أس 2 ثم هنا ناقص 3 على 2. يعني حساب مجرد حساب، يعني هنا قمنا بالاختزال لأن لدينا اختزال، بقيت 9 على 2 هنا، لدينا المقام 1، 9 ناقص 3 هي 6، و 6 على 2 تساوي 3 لأنه اختزال، ثم في الأخير 3 ناقص 3 تعطينا النتيجة أو صورة 3 على 2 بالدالة f هي 0. أما في السؤال الثاني والذي هو حساب نهاية الدالة f عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية، فكما ترون قمنا بتطبيق مباشر للخاصية الأولى وقمنا بأخذ الحد الأول، بعدها الأس لدينا زوجي واثنان موجب، نقوم بتطبيق مباشر للنتيجة رقم 1 للخاصية رقم 2، فنجد بأن النتيجة هي زائد ما لا نهاية. ثم نقول إذن نهاية الدالة f عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية هو زائد ما لا نهاية. يعني شكرا على المشاهدة، ونتمنى إن شاء الله يكون الشرح يعني كان في المتناول، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.